أصدقائي كما وعدتكم، عاود رجعت لكم في حلقة جديدة من حصة رسائلكم لنتم اللي تبعتوها عبر الفيسبوك والانستغرام عمويا زي تي في. أصدقائي راني جبت لكم الرسائل، يلا نقرأها مع بعض. الرسالة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لنا عمار راجح اليافعي، وهذه أختي آلاء عمار راجح اليافعي من اليمن. أحب قناة عمو يزيد وبرامجها الهادفة والجميلة، قناتكم مفضلة لدينا ولديكم متابعين كثيرة من اليمن. شكرا لك لينا على هذه الرسالة، تحب تحية كبيرة كبيرة، ومتحو كذلك أختك تحوهم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، وناس اليمن كذلك. شكرا جزيلا صديقتنا لينا من اليمن، نحن أيضا نحبك كثيرا ونحب كل أصدقائنا من اليمن ونهدي تحياتنا الكبيرة. شكرا متابعتنا لينا من اليمن، نشكرك على هذه الرسالة وعلى وفائك لبرنامجنا، نحن كذلك نحبك كثيرا ونتمنى أن تتابعي كل برامجنا. يلا أصدقائي الرسالة الموالية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد الحميد ابن بلديس حمدي، أحب عمو يزيد وبرامجه المتنوعة وخاصة حفلاتها، وكذلك ابنة عمتي نورة تشاهد برامجك، نتمنى أن تزورنا في ولاية الأغواط وشكرا. ديجا عمو يزيد زار مدينة الأغواط وإن شاء الله نعود نزورها في أقرب وقت إن شاء الله. شكرا عبد الحميد على هذه الرسالة، ونتمنى لك كل التوفيق في دراستك، ونشكرك على هذه الرسالة ونتمنى أن تبقى وفيا لبرنامجنا. شكرا جزيلا يا صديقنا عبد الحميد على هذه الرسالة اللطيفة الجميلة، أتمنى أن ترسل مزيدا من الرسائل لنا، وأتمنى أن تبقى وفيا لبرامجنا. السلام عمو يزيد، أنا ريهام حمدي وأختي آلة، نشكرك على قناتك الجميلة ونهدي تحياتنا إلى عائلة حمدي وكل من جدة وعماتي وأعمامي وأولادهم وعائلة بن عطية، كل من جدة وخالاتي وأخوالي وأولادهم، ودمتم في رعاية الله. شكرا لك ريهام على هذه الرسالة، نحبوك بزاف بزاف بزاف، ودائما ابقي وفية لقناتنا، ونحب كذلك أختك الصغيرة الكسكوتة آلة، نحبكم ونتحوكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة. نحن أيضا نحبك ونحب كل أفراد عائلتك، أيضا أختك الكتكوتة الصغيرة، نهدي تحياتنا إلى أصدقائك وإلى أقاربك وأمك وأبوك وأختك الصغيرة. هيا يا صديقتي بقرة. شكرا ريهام على هذه الرسالة الجميلة، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وأهدي تحية كبيرة لكل عائلتك الكريمة. يلا أصدقائي الرسالة الموالية: السلام عليكم عمو يزيد، اسمي ليلى حنين من ولاية عنابة، عمري 3 سنوات، أودي تحياتي إلى ماما سونيا وجدتي ليلى، أنا أحبكم وشكرا لكم. شكرا لك ليلى على هذه الرسالة يا صديقتنا الكتكوتة الوفية لقناتنا، نحبك بزاف بزاف بزاف، ونعطو تحية لأمك اللي ساعدتك في كتابة هذه الرسالة، نوجه تحية كبيرة كبيرة. شكرا ليلى على هذه الرسالة الجميلة، وشكرا خاص لأمك التي ساعدتك على إرسالها وكتابتها. شكرا جزيلا صديقتنا ليلى على هذه الرسالة اللطيفة، وشكرا أيضا لأمك التي ساعدتك في كتابة هذه الرسائل، نحن أيضا نحبك، وأيضا عمو يزيد يحبك كثيرا، وأتمنى أن ترسل لنا مزيدا من الرسائل لنا، وأتمنى أن تبقى أوفياء لنا لبرامجنا. هيا يا صديقتي فراح اقرأي لنا رسالة أخرى. بالطبع يا صديقي كتكوت، الرسالة الموالية: عمر ودعاء ورؤى من تونس، نحب برشا قناة عمو يزيد. شكرا لك عمر ودعاء ورؤى على هذه الرسالة، احنا تاني نحبوكم برشا برشا، ونهدو تحية كبيرة لتونس الباهية، وربي يحفظكم، وابقوا أوفياء لبرامجنا، وارسلوا لنا مزيدا من الرسائل لنا. هيا يا صديقتنا بقرة، اهدي تحياتك إلى أصدقائنا من تونس. شكرا متابعينا عمر وأخواته على هذه الرسالة الجميلة جدا، ونشكر تحية كبيرة لكل أهل تونس أشقاؤنا الكرام، نحبكم كثيرا، ونتمنى أن تتابعوا برنامجنا وأن تبقوا أوفياء له. هيا صديقتي فرح،
تحصل إلينا المزيد من الرسائل. يلا أصدقائي معنا كامل الرسالة الموالية. السلام عليكم عمو يزيد، أنا اسمي جيد الأسنات من ولاية وهران، عمري 9 سنوات، أحب قناة عمو يزيد وبرامجها، وأتمنى أن تزورنا في وهران. شكرا لك أسنات على هذه الرسالة، إحنا تاني نحبوك بزاف بزاف. عمو يزيد ديجا هو جزر ولاية وهران، وإن شاء الله نعود نزوروها في أقرب وقت إن شاء الله. وبقي دائما وفية لقناتنا وكوني مجتهدة في دراستك. شكرا أسنات على هذه الرسالة الجميلة جدا، ونهدي تحية كبيرة لكل سكان ولاية وهران الجميلة جدا، ونتمنى أن نزورها مرة أخرى لكي نلتقي بك. شكرا. شكرا جزيلا صديقتي أسنات على هذه الرسالة اللطيفة، نحن أيضا نحبك كثيرا، وأيضا عمو يزيد وطاقمه يحب كل أصدقاء عمو يزيد، وأتمنى أن ترسلوا لنا مزيدا من الرسائل لنا. هيا صديقتنا فرح، كم لقينا الرسائل؟ للأسف خلصوا رسائل تاعنا على اليوم يا صديقتي البقرة، لكن في الحلقة القادمة وعدونا باللي حتجيبولنا بزاف من الرسائل ونقراوهم كامل مع بعض حنايا في حصة رسائلكم. صديقتي بقرة قولي لهم كيفاش يبعثونا رسائل باش نقراوهم في حصة رسائلكم. اللي يحب الرسائل تاعو يدوز معنا في البرنامج مع الهغام، يدخل المواقع تاعنا الفيسبوك والانستغرام عمو يزيد تي في، يبعث لنا رساله جميله مع الصوره تاعو وصديقتنا فرح وحنايا نقراوها هنايا. ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب. يلا الى اللقاء.